يقول: كيف الذي تزوج ما عنده شيء ولا ريال؟ الله عز وجل كريم يرزقه من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ما حكم مقاطعة المنتجات الفرنسية لما قاموا به من اعتداء على الإسلام؟ أولا، نعلم أن اليهود والنصارى ومن إليهم من المشركين هم أعداء الإسلام في السلم والحرب في جميع الأحوال، إلا أنهم أحيانا يظهرون ما في نفوسهم من الخبث بسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، وأحيانا لا سيما إذا قويت شوكة الإسلام لم يكن منهم ذلك، وإلا فتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مسبة، لأنه يتضمن الطعن في عدالته والطعن في رسالته والطعن في القرآن الذي جاء به والطعن في دين الإسلام جملة وتفصيلا. والذي ينصر به النبي صلى الله عليه وسلم وينصر به الإسلام التمسك بالإسلام، أن نتمسك بالإسلام الحق الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يغيظهم وهذا الذي يسبب لهم الهزيمة والذل. وما يقع منهم هذه الأحداث إلا من الحسد الذي في قلوبهم والحقد الذي استقر في نفوسهم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والنصارى منهم. وأما قول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، هذا خاص بالنجاشي رضي الله عنه. خلصنا من هذا، بقي لا ينصر الإسلام بالمظاهرات ولا بالفوضى ولا بتقليد الكفار، وهذا التغريدات وكذلك الكتابات التي فيها إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاستثناء غير صحيح، فإن شأن الله أعظم شأن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هناك عقائد وعبادات، فالإسلام يدافع عنه بحسبه، والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كفر إن صدر من مسلم ويصير به مرتدا، وإن صدر من ذمي أباح دمه ونقض عهده، وإن صدر من المحارب إن كان بينه وبين المسلمين عقد وعهد ينقض، ولكن حال المسلمين في الضعف، نسأل الله أن يتجاوز عنهم وأن يرفع عنهم هذه الذلة التي وقعت فيهم بسبب التشبه بالكافرين والبعد عن الاستقامة والبعد عن التأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة المقاطعة. قد ثبت في الصحيح أن المسلمين قاطعوا قريشا، كما في حديث ثمامة قال: والذي نفسي بيده لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقاطع الكفار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، ومنعوهم من المبايعة والمناكحة وغير ذلك. فينظر إذا كانت المصلحة الشرعية في مقاطعة المواد الغذائية والصناعية التي تأتي من البلدان الكافرة فلا بأس بها، من باب أنهم أناس تغرهم الدنيا ويتأثرون بها حتى ينزجر عن إظهار المسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض بضائعهم محرمة كالدجاج المستورد من البلاد الفرنسية والجيلي المستورد من البلاد الفرنسية وما في بابه من الميتات، سواء مع مسبتهم أو بدون مسبتهم. وكذلك يجب علينا مقاطعة أخلاقهم ومقاطعة عقائدهم ومقاطعة ما كان من دينهم الفاسد المحرف. وأما إذا كان أهل الإسلام يحتاجون إلى بعض الصناعات التي لا توجد إلا منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع الحربيين
ورهن درعه عند الحربيين، وما زال البيع والشراء مع المسلمين، فالقضية عائدة إلى مصلحة المسلمين الشرعية لا إلى الحماسات ولا إلى المخالفات. ومن باب الفرصة ينبغي المسلمين أن يستغلوا مثل هذا الحدث بإظهار محاسن الإسلام، لأن الكفار يظهرون الإسلام بأنه دين الوحشية، وكذلك بإظهار عقيدة المسلمين، وكذلك بإظهار فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من الأخلاق والمبادئ والقيم. هذا الذي يغيظهم، فوالله أن القلوب تحزن ويعلوها الضيق بسبب النيل من النبي صلى الله عليه وسلم. لو سب أحدنا لا ضاق صدره، فكيف بسب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي؟ وسبه كفر، وحد سابه القتل وإن تاب، وإن تاب من ردته حد سابه القتل، لأن حقه مبني على المشاحة فلا يجوز التنازل فيه. ومع ذلك نستبشر بقول الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، وبقول الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، فنستبشر أن الله يسلط على مثل هؤلاء. ووالله أن الضعف الذي وصل إليه أهل الإسلام ضعف مزري، يعني حتى كثير من الدول هداهم الله ما هناك قيام من أولياء الأمور في الشد على مثل هذا السفيه، فلعلهم إن وقع منهم الإنكار عليه ونحو ذلك ينزجر عن إظهار هذه الإساءات. وهم يريدون بهذا إطفاء نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فربما يدخل كثير من الناس في الإسلام بسبب هذه الإساءات، وربما تعرفوا على الإسلام وظهر لهم أن دين الإسلام بريء مما وصفوه به.